قالت وزارة الصحة السعودية أنها لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية بين الحجاج، مؤكدة أن الوضع الصحي مطمئن للغاية. وأضافت الصحة السعودية بحسب وكالة الأنباء الرسمية أنها تركز في أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية. وأوضحت أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة واصلت تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.